وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. إخوتي في الله، إنني أشعر أمام هذا الموضوع بأنني لا أستطيع أن أوفيه حقه في كلمات قصيرة ووقت قليل. إن السعادة شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، ويتمثل في سكينة النفس وراحة الضمير والبال، نتيجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن المدفوع بقوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى. فالسعادة ليست في الماديات فقط، فأنا أكون سعيدة عندما أحصل على نتيجة جيدة في الامتحان، أو عندما أرى أسرتي سعيدة، أو عندما أقابل صديقاتي في المسجد، بل أكون أكثر سعادة عندما أساعد أمي في القيام بأعمال المنزل، فتكون أمي حينئذ سعيدة وراضية عني. أما تعرفون أن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ وعندها أحصل على رضا ربي، وهذا ما أبتغي، لأنني أطمع في الدخول إلى الجنة لأكون سعيدة إلى الأبد. ما شاء الله، very good. ما شاء الله، جاي بارك الله فيك. هذا ما شاء الله.